احترام. الطالب بحس انه احترام شخصيته هذا المفتاح الاساسي. ومرات احنا ممكن لا سمح الله نمس الطالب احنا مش قاصدينه. يعني كثير طالب بيجي في حال ضغط امتحانات، مزبوط ولا لا؟ احنا اسمنا مع المين قاعدين نحكي عن اي موضوع؟ امتحانات. بنحكي عن امتحان مين للمعلمين ب 22 الشهر. في منه بيعمل قلق عند المعلمين؟ بيعمل مخاوف عند المعلمين؟ بيعمل ترقب عند المعلمين؟ ترقب شيء ايجابي ولا في حاله ترقب سلبي؟ بسأل سؤال اليوم، اذا انا المعلم ب 22 الشهر بدي اقدم امتحان في اللغه العربيه لغتي، وفي اسباب ممكن اكون ليش قلقان ب 22 الشهر، هل انا كمعلم قادر اني اتماها اتعاطف مع مين؟ مع الطالب. طالب بيجي عندي اليوم وبقول لي انا علامتي واطي بالدرجة، اذا المعلم اليوم بقول له بالاسبوع القادم، هل هذا جواب؟ لا. بتعرف انه حاله الانتظار اصعب من ايش؟ الحدث نفسه. يعني لا سمح الله كل حكوا عن العمليات في المستشفى، الترقب للعمليه اصعب من ماذا؟ انتظار لعبه كره القدم اصعب من اللعبه نفسها لمين؟ للاعب. السؤال، هل انا كمعلم ولاعب يطلب الطالب يجي يقول لي بدي اراجع كمعلمي او علامتي، اقول له بعد اسبوع. وانا بنسى شغله واحده، انه هذا الولد ممكن ما ينامش ليلتين الى اخره، وايش يعني؟ يستنى جواب مين؟ المعلم. احترام شخصيه الطالب، صدقوني قديم كثر الاحكام هي حاجه اساسيه. قضيه لفت النظر، تقليل الخوف والتوتر عند الطلاب.